يلاحظ المختصون الاجتماعيون تنامي عدد قضايا الحضانة في المملكة وما يترتب عليها من أثار ومشكلات خطيرة يعاني منها أطفال النزاع الأسري والناتجة عن الوضع غير الإنساني المتبع في تنفيذ أحكام الزيارة والرؤية المتمثلة في استلام المحضونين وتسليمهم ورؤيتهم في مراكز الشرط، وتلك المشكلات المتعلقة بالعنف الذي تتعرض إليه المطلقات والمعلقات المتمثلة في حرمانهن من رؤية أبنائهن أو حملهن على التنازل عن بعض حقوقهن المالية مقابل حضانة الأطفال أو رؤيتهم، إضافة إلى ذلك الإيذاء اللفظي والجسدي الذي قد يحدث عند استلام الطفل أو تسليمه. يعني للأسف الشديد وبكل مرارة أقول أن تبادل الأطفال في المولات بقدر ما هو سوءة بقدر ما هي كانت أفضل الحلول المتاحة سابقا، يعني هي أفضل من أنها تكون في الشرط في أماكن الموقوفين والمخالفين وأصحاب سوابق، يعني مكان لا يليق بأطفال أبرياء مقبلين على رؤية جميلة للمجتمع وللمستقبل. وقد قامت جمعية مواد الخيرية للحد من الطلاق وآثاره بمساهمة منها في معالجة هذه المشكلات مع باقي المؤسسات الاجتماعية، وساندها في خطواتها أربع جهات حكومية وعدلية وأمنية. مسألة رؤية الطفل لوالديه هذا مختص بوزارة العدل، وزارة الشؤون الاجتماعية هي تهيئ البيئة من خلال الجمعيات وليس هي بذاتها بل من خلال الجمعيات، ولعلنا شفنا النموذج الرائع اليوم ولعله يعمم بإذن الله مستقبلا على مناطق المملكة كلها. تقدم الجمعية لمستفيدي بيت مودة للزيارات الأسرية أكثر من ست خدمات، وهي خدمات استضافة تنفيذ أحكام الحضانة وخدمات استضافة تنفيذ أحكام الزيارة إلى جانب خدمات استضافة تنفيذ أحكام الرؤية وخدمات الإصلاح والتوفيق الأسري بين الأبوين لإبرام اتفاقيات صلح تنظم وقت زيارة الأبناء ومكانها، إضافة إلى خدمات الإرشاد والتوجيه الأسري لكلا الطرفين وخدمات تهيئة الأطفال المحضونين لتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالحضانة والزيارة. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا في الاستديو المحامي والمستشار القانوني الأستاذ فيصل الطايع، كذلك ينضم معنا أم سلمان وهي صاحبة تجربة ومعاناة في حضانة الزيارة. حياكم الله معنا أم سلمان. خلينا نبدأ مع من يعاني، يعني دائما اللي في المعاناة هو يقدر يتحدث ويصور المشكلة. صحيح. أنت بحكم معاناتك يعني المشكلة وين تكمن؟ بالضبط، يعني أنا أسرتي يمكن صغيرة، أنا عندي طفل واحد عمره 4 سنوات الله يحفظه. طبعا يعني بعد 6 سنوات زواج حصلت على صك فسخ نكاح من المحكمة العامة، كانت يعني في مشاكل وكذا، فأنا واجهت مشكلة. طبعا يعني أنا أخذت طبعا صك الحضانة كون أنه الطفل أقل من 7 سنوات، وبلغني الشيخ أنه لو تزوجتي وكذا بيروح منك الحضانة. المفاجأة كانت هي في صك الزيارة، لأنه يعني أول طبعا الطفل كان وقتها عمره 2 سنة لسه، وفاجئت يعني انه الشيخ رضى بالحكم انه ياخذ ابنه مبيت كل اسبوع مره. فطبعا هذا الشيء فاجئني انه الطفل كان 2 سنة ويحتاج الله يكرمك حفاض، يحتاج رضاعه، ف يعني ايوه كرعايه. فبس انه صدر الحكم كذا فما قدرت يعني اني اعمل شيء. كانت المفاجاه بخصوص المكان، يعني لو رحنا في لجنه الصلح وقالوا لنا يعني انه ما في يعني خيار الا مراكز الشرط او اللي هو مجمع تجاري، فلانه طبعا في البيت يعني كان مستحيل. انا بالنسبه لي يعني كان وضعي ما عندي محرم في البيت وكذا وساكن لحالي، فكان صعب. فيعني صراحه طبعا بالنسبه للشرط يعني كان صعب انه الواحد يوافق يعني الطفل يدخل شرط وكذا، ما هو محل مناسب يعني. وحتى مجمع تجاري يعني انا رفضت طبعا في البدايه، يعني قلت كيف يعني الطفل تدخلوه مكان عام واتواجه انا مع الاب وكذا، يعني صعبه يعني، حسيت الموضوع يعني استهجنته شويه يعني. طبعا ما كان قدامي خيار، يعني الشيوخ قالوا لي هذا الموجود، فانت بس مجرد انه اختاري المجمع، يعني اخترت مجمع قريب مني وكذا وقلت نجرب. طبعا الشيء اللي صار يعني انه لما صارت قضيه في مجمع، يعني طبعا الطفل مستحيل يتقبل مكان كذا، يعني مكان عام طيب، فيعني كان وبعدين بدون مثلا بدون تهيئه، بدون يعني ما في احد مثلا وسيط بيني وبين الاب انه يسلم وكذا. وغير انه الوضع مثلا متوتر يكون يعني مثلا بيني وبين ابوه، فطبعا الطفل كان يحس بعدم الامان، يعني حتى الى يومك هذا كل ما دخلنا هذاك المول مسكين تجي له رعب يعني تعقد، مع انه بس وديته لمده شهر يعني. فكان يروح هناك يعني على اساس نلعب وكذا، وفجاه تسليم مفاجئ كذا لابوه، وطبعا كنت مجبوره يعني يسلم ابوه من المول وياخذه معه. ايوه يعني هذه الطريقه ايوه
يبيت عنده وبعدين يرجع لي هو ثاني يوم. فطبعا يعني انا يعني حتى كلمت الشيخ وكذا انه كيف يكون اللقاء في المول، يعني متى وعند اي بوابه، يعني حطر نتواصل مع الاب وبعدين ندخل في محل عام وكذا، وبعدين يعني نسير فرجه للناس، واحيانا كان مثلا يعني نادن فيه مثلا يستدعي الامن تعالوا شوفوا عندنا قضيه زياره وتسير فرجه للناس وكذا. وصار طبعا وبعدين لما ياخذ الطفل يكون مثلا في انتزاع بالقوه، لانه احيانا الطفل يخاف يعني مثلا عارف كيف، فلما ياخذه بالقوه انا بشعر بالقلق يعني بجلس. صارت اشكالات بينك وبين زوجك اثناء استلامه للولد في المولات؟ طبعا يعني من مثلا سب، من شتم، من صريخ، من انه مثلا نادى حقين الامن يتفرجوا. وحتى في مره يعني جابوا وقال والولد لي والولد يتفرج. اي طبعا الولد بيننا يعني هو طبعا مسكين يعني ما هو فاهم ايش اللي بيصير. فحسيت انه الولد يعني حتى نفسيته تعبت لما صار يرجع من عند ابوه، يعني زي اللي يعني صامت وساكت ومنطوي، يعني حتى المدرسه لاحظت تغير فيه. طيب استاذ فيصل، في هالجزئيه يعني هالمطالبه الحقيقه انه تتولى مراكز الاحياء التابعه للشؤون الاجتماعيه هذا الامر، خاصه في الحالات المستعصيه لما يكون عدم يعني وفاق او اشكالات ما بين يعني المطلق والمطلقه، الولد هو الضحيه في النهايه. لك تتخيل شكل الرعب اللي بيحس فيه والطريقه، فانت ايش رايك من ناحيه قانونيه ومن ناحيه نفسيه بعد اتوقع في له بعد؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد. في البداية الأحكام الحضانة وليست المقصود منها الضرر على الطفل، المقصود منها مصلحة المحضون، لذلك الأحكام الشرعية عموما تدور حول المصلحة. فإذا ترتب على الحكم مضرة لأحد الطرفين أو أساسا الحكم لمصلحته والمحضون فإن هذا الضرر يزال، وبالتالي من هذا المنطلق هذا فإنه ليس من المناسب تسليم هذا الطفل في الوقت أو المكان الغير مناسبين. والمادة 74 أو 76 من نظام التنفيذ نصت على أن يكون التسليم في مكان مهيأ ومناسب في نفس الوقت، وليس الواقع عندنا احنا يا مولات يا مراكز الشرطة، يا مراكز الشرطة للأسف، وهذا غير مناسب. وزي ما تفضلت الأخت حتى العمر له أثر في التسليم، يعني سنتين ما يكاد يستطيع ينفصل عن أمه ساعتين على بعضهم، فبالتالي يأخذ يوم أو يومين ويبيت، هذا له ضرر. وبالتالي الشريعة جت في حماية الأفراد، ومن حماية أن يكون حفظ الحقوق. طيب انا استاذنك، معنا اتصال هاتفي مع مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعيه الدكتور ناصر العود. دكتور ناصر، باختصار الله يعافيك، يعني رايكم في هالمطالبه ان تكون مراكز الاحياء هي من يجمع الحقيقه، هي اللي يتم فيها فعلا يعني تسليم للاطفال فيما يتعلق بالحضانه، تعليقك؟ اولا اشكركم طبعا على الاستضافه ومناقشه هذا الموضوع، واشكر الاخوه المشاركين. بالنسبه للمراكز انا اعتقد انه طبعا الاليات اللي وضعت خاصه في نظام التنفيذ وقضايا التسليم في مراكز مناسبه على لا تكون في الشرط، هذا اعتقد نقله نوعيه في قضيه ما كان يمارس سابقا في قضايا الاختلاف حال النزاع، اقول حال النزاع الزوجي، اختلاف حول حضانه الابناء. الوزاره طبعا اخذت سبق المبادره، ونشكر ايضا جمعيه موده مبادرتهم في هذا المشروع وايضا الجمعيات الاخرى، لكن الوزاره حاليا تقف على مشروع انها تتولى هي يعني انشاء المراكز كما هو النظام في وثيقه مصدر للاحوال الشخصيه، انه جميع المباني الحكوميه العدليه يكون بجوارها اماكن لتنفيذ احكام الحضانه والزياره. شغالين على هذا الموضوع دكتور؟ نعم، لدينا الآن 5 مراكز تم اعتمادها من المعالي الوزير، ونسعى الآن إلى تشغيلها عن طريق طبعا الخبرات المتوفرة في بعض الجمعيات. يعني الوزارة خبراتها الحالية خاصة في الجانب النسوي لا يوجد لدينا يعني طاقم وكادر، وبالتالي الوزارة تحاول أن تشغلها بالتعاون مع الجمعيات. لدينا تعاون مباشر الآن مع جمعية مودة، إن شاء الله في أيضا تعاون في المدينة والدمام وجدة ومكة. أنا أعتقد أن هذه المراكز هي يعني تحفظ حقوق الطفل. أما بالنسبة للشؤون الاجتماعية فأيضا تم المكاتبة واجتمعنا مع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور عبد الله فتحان بحضور الشيخ خالد الداود، ونعمل الآن على وضع اتفاقية لإفادة من مراكز الأحياء الأسرية في عدة مناطق المملكة لحين انتهاء الوزارة من استكمال هذه المباني وتجهيزها وتشغيلها. فبالتالي أنا أعتقد أنه فعلا مراكز الأسرة والأحياء مهمة جدا، لكن نحتاج إلى طاقم. أيضا لا تنسى أنه قضية التسليم والاستلام، وعندما يأمر القاضي يعني ملزم
بأن يحافظ على كينونة الطفل وحمايته وحقوقه، وبالتالي لا يمكن أن أضمن هذه المرحلة أيضا معاهلة. شكرا دكتور. وبالتالي إن شاء الله الوزارة شكرا إن شاء الله إلى استقطاب هذه الكفاءات والتعاون. شكرا دكتور ناصر العود. شكرا لك. شكرا لك مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعيه. انا ما بقي معي وقت، خلينا نقسمها يعني فيما بينكم. سلمان يمكن ذكر لنا الحقيقه في خطوات وزاره العدل، ونتمنى وزاره الشؤون الاجتماعيه بعد تشد حيلها مع وزاره العدل. هل عندكم مطالب ثانيه باختصار؟ أي بالضبط، يعني يمكن أنا طبعا يعني من يوم تعاملت مع جمعية مودة طبعا تغير الوضع 180 درجة، يعني كان حتى الطفل يعني أثر إيجابي والحمد لله بدأ يتقبل الوضع وبدأ يفهم يعني، وصارت فيه يعني زي الواسطة بيننا وكذا. فطبعا الشيء اللي أنا أتمناه يعني أنه يعني تكون في فروع طبعا أكثر، يعني الحمد لله أنه شغالين عليها، هذا الشيء مسعدني يعني. وطبعا أنه حتى يذكر عنها في الإعلام لأنه الناس ما يعرفوا، يعني أنا في كثير بيسألوني أنت وين بتسلم ابنك وكذا، أنه إحنا تسلمين ولدك عن طريق جمعية مودة. أيوه، وقاضي التنفيذ غير لي في الصف. ودنا بعد وزارة الشؤون الاجتماعية تشد حيلها بعد أكثر يعني في مراكز الأحياء ومع وزارة العدل بعد. هو بس إنه يعني لو في يمكن اقتراحين بسيطة، بس أنا كنت على أساس يكون في لهم خط ساخن، يعني هم طبعا الله يعطيهم العافية 7 أيام في الأسبوع وكذا، بس يكون في خط 24 ساعة خاص بالزيارة أي قضايا متعلقة فيها. جيد. والشيء الثاني أنه تكون في آلية للتعامل مع العنف ضد الأطفال، يعني لما يجي الطفل مثلا يكون يعني مثلا مقروس، يكون مضروب، يكون شيء، يعني تكون في آلية معينة. نعم. أيوة. واضح. طيب سيد فيصل بالأخير، وأنت المحامي المطلع على جوانب هالموضوع. ما ذكر الدكتور ناصر نتمنى أن يكون على أرض الواقع يطبق، وحتى ذلك الحين أتمنى تفعيل دور مراكز التنمية الاجتماعية في الأحياء، وأنهم يستلمون بعيدا عن موجودة مراكز لكن دورها مو مفعل. لا موجودة أقصد، بس يعني على الأقل خلوها كخطوة الحين نبدأ بمراكز التنمية الاجتماعية الموجودة لما تخلص يعني دور اللي ذكرها الدكتور تكلم عنها المستشار وزير العدل. صحيح. وحتى ذلك الحين يعني أيضا إذا كان إذا خلنا نقول دار الحماية الاجتماعية وغيرها يكون لهم أيضا دور فاعل في حماية الأطفال من العنف، وبالتالي مثل الأطفال اللي يأخذون عنوه قصرا لتنفيذ أحكام الحضانة إذا امتنعوا المفروض أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار، أكيد امتناعهم لشيء نفسي أو اجتماعي فالمفروض يحالون إلى الطبيب نفسي أو اجتماعي لدراسة كل حالة. شكرا. شكرا لك. شكرا للأستاذ فيصل الطايع المحامي المستشار القانون. شكرا لهم سلمان صاحب التجربة ومعاناة في سابقا إن شاء الله نكون في حضانة الزيارة، وشكرا للمستشار وزير العدل الدكتور ناصر العود اللي يتفاعل معنا دائما. اللي يتمنى وزارة الشؤون الاجتماعية تشد حيلها أكثر في الموضوع، يجب يكون لها بصمة ودور بالتزامن مع الدور قاعد تقوم فيه وزارة العدل، بدأ من المحاكم الأحوال الشخصية، بدأت فيها وزارة العدل، والحين استفسر عن المراكز اللي ذكرها لتنفيذ أحكام الحضانة. نتمنى الحقيقة في دور متضامن، مراكز التنمية الاجتماعية موجودة لنبدأ بها. فاصل وبعد ذلك لنعود.